السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج فنجان علم. وحلقة اليوم يعني أعتقد إنها شيقة شوية، لأنها بتتكلم عن الطعام، أحد الوجبات اللي بناكلها ومعظمنا بيحبها، وهي الباستا، المكرونة الباستا. فطبعا المكرونة دي دايما الناس اللي بتقلق من زيادة الوزن بيخافوا ان هم ياكلوها كتير وبصورة متكررة، لكن الدراسة دي المرجعية اوضحت حاجة جميلة جدا جدا، انا شخصيا يعني لفتت نظري جدا، وهي ان اكل الباستا مش صحي، مش غير صحي، لا ده صحي جدا، خاصة الباستا بقى اللي المكرونة اللي هي بتتساب او بقايا المكرونه بتتساب بالليل او يوم وبعدين يرجع تتسخن تاني وتتاكل، فوجد ان هي افضل كمان صحيا من الطازج. وهقول لحضراتكم ايه السبب العلمي ورا ده، بسبب جميل او حلو. فطبعا الاكل بيبقى فيه ما بيسمى ماكرو نيوترينز ومايكرو نيوترينز، فأي قيمة الغذاء عموما أو أي وجبة غذائية بتعتمد على نسب الماكرو والمايكرو نيوترينز. بالنسبة وفي ريشيو معروفة أو نسب معروفة، بالنسبة للباستا وجد إن هي كل 145 جرام، كل 145 جرام بيحتوي على ست مكونات، ست مكونات دول مهمين جدا جدا. انا شخصيا كنت متخيل ان معظم المكونات دي هي كربوهيدرات وبس، وبالتالي الناس بتقلق منها يعني، اللي هي خاصه انها بتحافظ على وزنها، لكن اتضح ان هي بجانب الكربوهيدرات اللي هي بتمثل 38 جرام، والبروتين 7.7 من 10 جرام، والدهون اقل حاجه 6 من 10 جرام، بالاضافه بقى انها بتحتوي على الميه اثناء الطبخ، فبتمتص المكرونه تمتص الميه، فبيبقى نسبة كويسة من المية، والمية دي مهمة حقيقي. رقم ستة بتحتوي على فيتامين B1 وB9، ودول ومش مجرد انها بتحتوي عليهم، لا ده على المستويات المطلوبة للجسم. رقم ستة وده المهم ايضا معادن، وخاصة معدن السيلينيوم والحديد. السيلينيوم معروف انه مهم جدا للجهاز المناعي وجهاز الهضم، والحديد بيمثل اللي موجود في المكرونه الباستا يعني 10% من الاحتياجات اللي عايزها الجسم. فاذا هي مش من كربوهيدرات وبس، لا ده ست مكونات، كربوهيدرات وبروتين ودهون وميه وفيتامينات ومعادن. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم نسبه الماكرو نيوترينز مهمه جدا في الطعام. فعلى سبيل المثال بالاضافه طبعا للسعرات الحراريه، دول العاملين المهم جدا اللي بيقيموا قيمه الوجبه الغذائيه. فالنسب افضل نسب وجدت يعني عالميا 45 الى 65% من الطاقه بتيجي من الكربوهيدرات، ودي طبعا اعلى نسبه، الكربوهيدرات طبعا تمثيلها الغذائي اسرع وسهل. وبعدين 20 ل 35% من الطاقه بتيجي من الدهون، وبعدين 10 الى 30% بتيجي من البروتينات. لكن لو رتبنا الطاقه بتيجي منين وان باي وان كده، لا بتيجي الاول من الكربوهيدرات وبعدين من الدهون وبعدين من البروتينات. دي النسب اللي هي متعارف عليها. وعاده بقى لو جينا النسب بقى ما بين الكربوهيدرات والبروتين بالذات، هنلاقي النسبه الصحيه في الوجبه في اي وجبه يعني بتبقى 1.2 الى 6.5 كربوهيدرات اكتر من البروتين، 6.5 كربوهيدرات 1.5 او 1.2 بروتين، ده طبعا في اليوم الواحد ايا كانت بقى الوجبات اللي احنا بناكلها، خاصه ان كل جرام بروتين بيدي نفس السعر او الطاقه اللي بيديها جرام الكربوهيدرات. طب نيجي بقى للباستا، ايه النسب اللي موجوده فيها؟ وجد ان نسبه الكربوهيدرات الى البروتين في الباستا 38 الى 6.7 جرام، 38 كربوهيدرات الى 6.7 بروتين. والنسبه دي بقى لما نحولها ده 5 الى 1، وهي النسبه المقبوله في اي وجبه غذائيه. اذا مفيش مشكله في وجود الكربوهيدرات لان في بروتين والنسبه ما بينهم هي المطلوبه.
ولذلك فإن النسبة ما بينهم اللي هي المثالية. وده طبعا مش نتيجة بقى البيض اللي بيبقى موجود بيتخض على الصوص أو المكونات بتاع الباستا، لا ده كمان الدقيق اللي بيتعمل منه الباستا بيبقى مصدر كويس قوي من البروتين، يعني من البيض لو بيتحط وكمان من الدقيق نفسه اللي هو كده كده بيستخدم. وزي ما قلت لحضرتكم بقى المدهش إن هم لقوا في دراسة حديثة على عملوا دراسة مرجعية على عديد من الدراسات اللي هي الناس اللي كانت بتفقد الوزن، وجدوا حاجتين. أول حاجة إن الناس اللي هي بتاكل باستا بطريقة منتظمة بيفقد الوزن أكتر، وفي نفس الوقت وجدوا إن مستوى السكر بعد أكل الباستا في سكر الدم بيبقى نسبته في المستوى الطبيعي مقارنة بالوجبات اللي بتعتمد على البطاطس أو العيش الخبز. وطبعا ده بالإضافة كمان إلى الخضروات بقى اللي بتبقى موجودة، مش الدقيق وبس والبيض والنسب بقى اللي أنا قلت لحضرتك عليها من معادن وفيتامينات وبروتينز ودهون لا كمان في خضروات بتستخدم أثناء تحضير الصوص بتاع الباستا، فده كمان بيديها قيمة غذائية أفضل. العجيب بقى أكتر إن هم يلاقوا إن الباستا لما بتتساب بنسميها ليفت اوفر، يعني بتساب ليوم او ساعات تتاكل يعني، وبعدين تتساب وبعدين تبرد وبعدين تتسخن وتتاكل، شافوا بقى موضوع القيمه الغذائيه بتاعتها وجدوا ان هي افضل بكتير من اللي هي بتبقى فريش. ليه بقى؟ ده الجميل جدا علميا كمان، لان وجدوا ان الكربوهيدرات في الطازه لما بتبرد بتتحول الى نشا، والنشا ده بيبقى صعب جدا امتصاصه وبالتالي مش تتكون منه او يتهضم بمعنى اصح، وبالتالي مش هيتكون منه طاقه كتير، فاذا السعرات الحراريه بتقل مع الباستا اللي هي بايته مش الباستا اللي هي فريش، يعني البايت في الباستا افضل من الفريش. ووجدوا كمان ان سكر الدم مع البايته بتبقى افضل بكتير، وهنا طبعا انت بتسخنها عادي ماهيش مشكله بعد ما تكون بايته يعني، والتسخين بقى مش هيحول النشا اللي تكون الى كربوهيدرات، وبالتالي يعني أكلة هنيئة للناس اللي هي تعشق أكل الباستا، وهي طبعا أكلة إيطالية وأنا شخصيا بحبها جدا جدا، واضح إن هي مغذية وممكن تقلل الوزن، وأنا شخصيا بحب أكلها بانتظام يعني على الأقل مرتين أو مرة في الأسبوع. فهنيئا لكم بالباستا وبالطريقة المعروفة بتاعتها، و ابقوا ما فيش مانع خالص ان انتوا تسيبوها بايته وبعدين تسخنوها وتاكلوها عشان تبقى اكثر صحيا من الطريقه العاديه. ده كان فنجان علم اليوم اللي بناء على دراسه كانت جميله جدا وادت الى تغيير في المفاهيم الغذائيه لاكلات اللي هي المعروفه جدا، خاصه الباستا تعتبر اكله شعبيه زي الكشري عندنا مع الفرق طبعا. شكرا لكم وتحياتي، وكان معكم دكتور محمد لبيب سالم وفنجان علم، تحياتي.